السلام عليكم، معكم حبيب سلام مواليد الجامعة الترابية أيت حمد اللي كتوقع في جهة سوس ماسا، وحاليا طالب مغربي في الصين. حاليا هذا العام ديالي الثالث في لاشين، ودخلت المغرب في الأواخر ديال شهر واحد ملي بدات الكورونا، يعني ما بين الناس اللي هربوا من الشينوا للمغرب. ان شاء الله الا تحلوا الحدود غادي نرجعوا كاملين لاشين باش نكملوا قرايتنا، حيت حاليا كيف كتعرفوا الحدود ما بين لاشين والمغرب تسدوا، وحتى الطلبه كاملين اللي كاينين في المغرب كنتمنوا لهم انهم يحلوا الحدود باش يرجعوا كاملين. هادي تقريبا عام ونص باش بديت الفلوغات اولا باش بديت المحتوى ديالي في اليوتيوب، والفكره جاتني من عند صحابي والناس اللي كنعرف، قالوا لي علاش لا ما ديرش واحد القناه في اليوتيوب، حكم اني كنت كندير بزاف ديال الستوريات باش نبارطاجي معاهم الحياه في لاشين ولا الدراسه في الصين ولا بزاف ديال الحوايج اللي متعلقين بالشينوا. بحكم اننا كاينين في واحد المنطقه اللي هي محافظه، هي جهه سوس ماسا، الاغلبيه الناس هنا عندهم واحد الاشكال من الكاميرا، يعني الناس متحفظين، يعني الا ما قلتش ماشي كيخافوا من الكاميرا، وانما كي راكم عارفين دابا هذا الشيء اللي كاين في السوشيال ميديا، يعني كل شيء كيشوف في الكاميرا بواحد النظره اللي هي سلبيه. ونتمنوا ان الناس يتخطاوا هاد المشكل هذا، ولا هاد العقبه اللي كتكون قدام بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يديروا محتوى في اليوتيوب، اولا مصورين اولا اي واحد كيزاول هاد المهنه ديال التصوير. الانتقال صراحه جاء بالصدفه، بحكم انني درت واحد لا فيديو على اله الرباب، جربتها اللي هي اله الرباب معروفه عند الامازيغ، اله امازيغيه مشهوره، ودرت واحد التجربه موسيقيه وعجبات الناس، لقات بزاف ديال الاعجاب، قالوا لي علاش لا راه عندك ما يتقال، عندك هذه علاش لا ما ديرش لي كوفر تبدا تغني لينا في لي فيديو ودير لنا محتوى موسيقي. ومن ثم كانت الانطلاقه، وحاليا درنا بزاف ديال الاعمال اللي هي موسيقيه، ومن هنا لقدام غيكونوا اعمال موسيقيه جداد مع فنانه كبار، والحمد لله يعني كان انتقال اللي هو ايجابي. الحاجه اللي ما نسيتهاش هي اننا درنا واحد الرحله هادي شهرين تقريبا لواحد المنطقه اللي سميتها الدار، وحتى هي كتنتمي للجماعه الترابيه ديال ايت حمد، ولقينا تماك واحد الدوار، هو دوار الدار ما عندوش طريق، يعني ما كاينش طريق لديك المنطقه، وتصدمنا صراحه ملي لقينا دوك الناس بالعفويه ديالهم والبساطه ديالهم، وعايشين في واحد الحياه اللي هي سعيده وبسيطه. الحاجه اللي خلاتنا اننا نشوفوا واحد العالم اخر مختلف على العالم الحضاري، يعني كانت واحد التجربه اللي ما نسيناهاش، وكنصحوا بها اي واحد بغى يمشي لديك المنطقه اللي هي منطقه الدار، وصراحه ما نسيناهاش، هذيك اللي كانت اللي ما قلتش اكبر تجربه ولا اكثر تجربه اثرت فينا، التجربه ديال المغرب العميق. هاد الفلوغرز ما بين صناع المحتوى اللي متبعهم، واللي صراحه كل واحد كيدير واحد الحاجه اللي زوينه، واللي الواحد يقدر يتانسبير منهم بزاف ديال الحوايج، وناخذ كمثال فيصل فلوغ ابن جهه سوس كشخص، كنموذج لشخص عصامي بدا من الصفر حتى وصل لواحد النيفو مشرف وواحد المستوى زوين، الحاجه اللي غتخلي الواحد يتشجع ويبدا يتقاتل حتى يوصل لذاك الشيء اللي بغى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.